بالحبر الجديد من الميادين. في الصحف والمواقع، قصف العمق الإماراتي يغير كل قواعد الاشتباك وينقل الحرب اليمنية إلى مرحلة جديدة في رأي اليوم الإلكترونيكا. موسكو وطهران تكثفان التعاون في ظل التهديدات المتزايدة لأمنهما القومي من الولايات المتحدة والغرب في نزاف إسماليا الروسية. انتفاضة النقب تفضح كذبة التعايش مع الاحتلال في ميدل إيست مونيتور. في الميادين، الغاز الطبيعي المسال والحرب الجيوطبيعية المقبلة للكاتب جيرار حبيب. كاتبة اليوم تمارا برو حول دلالات زيارة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي للصين. الحدث هذا اليوم، هل حصلت عمان على ضوء أخضر أمريكي في حراكها لتسوية الأزمة السورية؟ جديد اليوم، الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح. وضيف اليوم موفق محادين. إذن ما هي خيارات الإمارات والحوثيين بعد المواجهات العسكرية الأخيرة والمفاجئة؟ هل ستنسحب أبوظبي مجددا أم تواصل حربها بالإنابة التي عرضتها للهجوم الصاروخي الانتقامي؟ من جملة الأسئلة التي طرحتها صحيفة رأي اليوم الإلكترونية في افتتاحيتها، حيث تقول إن هناك خيارين أمام الإمارات بعد الهجوم الأخير والرد الانتقامي بالغارات على صنعاء: إما إعطاء الأوامر للقوات الموالية لها بالانسحاب الفوري من جبهة شبوة ومأرب والبيضاء والعودة إلى قواعدها السابقة على الساحل الغربي جنوب الحديدة وقرب باب المندب كخطوة أولى، أو المضي قدما في حرب الإنابة في هذه المناطق والإلقاء بكل ثقلها في هذه الحرب اليمنية مجددا لتعزيز موقف حليفها السعودي المنهك. ترى الصحيفة أن القصف الحوثي بالصواريخ والمسيرات للعمق الإماراتي يشكل تطورا خطيرا غير كل قواعد الاشتباك ونقل الحرب اليمنية إلى مرحلة جديدة من الصعب توقع تطوراتها. فإذا كانت دولة الاحتلال الإسرائيلية التي تبعد عن صنعاء نحو 1600 كيلومتر باتت تشعر بالرعب والقلق، فكيف سيكون حال دول التحالف العربي في هذه الحرب والإمارات خصوصا؟ نرحب بك أستاذ موفق محادين، وحضرتك كاتب سياسي ورئيس سابق لرابطة الكتاب الأردنيين، وأنت معنا من عمان. إذن ما هي دلالات أو كيف تفهم هذه الدلالات لقصف العمق الإماراتي، سيما وأنها كسرت قواعد الاشتباك؟ صباح الخير. سعد الله صباحك. ليس على الإمارات ولا على أي طرف من أطراف الصراع أن يستخف بما حدث، لا من الزاوية التقنية ولا من زاوية التأثيرات السياسية والاقتصادية. نحن فعلا أمام كسر قواعد الاشتباك، أمام شكل جديد غير مسبوق، وقد يكون مقدمة بشكل أوسع من هذا النمط من هذه القواعد. ما يجري في اليمن وتحديدا فيما يخص عودة الإمارات عن اتفاق الهدنة أو عن الاتفاق الذي وقع عام 2019 بينهم وبين أنصار الله، نحن أمام سياقات مختلفة. الإطار العام لها قد يكون شكل من أشكال حرب الموانئ، سواء في بعده الخاص أو في بعده العام. نحن نعرف أن شركة دبي للموانئ، أن العديد من الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات باتت اليوم جزء من شبكة واسعة للشركات والمؤسسات التي تهتم بالسيطرة على الموانئ، باستئجارها، بعقد تحالفات معها في سياق ازدياد دور الموانئ مع الشكل الجديد للعالم أو للنظام الدولي الجديد. هناك بعد خاص يتصل بمصالح محددة لهذه الشركات من جهة، وهناك بعد عام يتصل ب أيضا دور الجغرافيا السياسية عموما، أو استعادة دور الجغرافيا السياسية في النظام الدولي الجديد، وخصوصا بالنسبة للولايات المتحدة وهي تدير حربها بشكل رئيسي نحو طريق
الحريم على البحر الصيني من الجنوبي دون شك وأوراق إلى سيد آخره. موفق محادين أن الرسالة اليمنية من خلال الضرب العمق الإماراتي لم تصل فقط إلى أبو ظبي، إنما تعدتها إلى الكيان الإسرائيلي. الصواريخ البالستية، الطائرات المسيرة اجتازت مسافة 2200 كيلومتر بحسب ما وردنا من معلومات، وبالتالي أبعد ب 600 كيلومتر تقريبا ما بين المسافة الفاصلة بين اليمن وفلسطين المحتلة. من أي زاوية تقرأ حكومة الكيان الإسرائيلي ما حدث بالأمس؟ لا، بالإضافة إلى هذا البعد الأهم فيما يخص العدو الصهيوني وكيف يفكر، هو من يسيطر على باب المنزل، من يسيطر على بوابة البحر الأحمر، لا سيما وأن هذا العدو يعمل منذ عقود وليس منذ سنوات على توسعة دوره في البحر الأحمر، منذ أن استولى على أم الرشراش التي تعرف اليوم بإيلات وضمها خارج قرار التقسيم. البحر الأحمر بكل موانئه وليس باب المندب. بالمناسبة إسرائيل تنشط أيضا في المواني الأفريقية إلى جانب مجموعة من الشركات والقوى التي تهتم في هذه المسألة. فأيضا من يسيطر على باب المندب؟ أصدقاء إسرائيل أم أنصار الله الذي وهي حركة والشعب والقوى التي تلتف حوله في اليمن هي مصطفى في معسكر آخر، يعني معسكر المقاومه، معسكر المانعه، المعسكر الذي يخاصم او الذي يتخذ موقفا او الذي يعادي الولايات المتحده وحلفائها ويعني علاقاتها ومصالحها في المنطقه. نعم. يعني اذا بالاضافه لهذه المسافه، بالاضافه الى هذه الصواريخ، انا بعتقد الجانب المهم هو الجانب الذي يتعلق بباب المندب. حول موقف واشنطن من الحرب على اليمن، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال والتي قالت إن محاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء الحرب بالدبلوماسية فشلت. وفي افتتاحيتها التي حملت دعوة واضحة إلى الانخراط في الحرب، قالت الصحيفة بعد وقت قصير من توليه منصبه أعلن بايدن أن الولايات المتحدة ستتراجع عن دعم الأسلحة للتحالف السعودي، كما أزالت الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. كانت التنازلات تهدف إلى دفع المفاوضات لإنهاء الحرب، لكن نهج البيت الأبيض زاد الوضع المأساوي سوءا، حيث شن الحوثيون مئات الهجمات على الأراضي السعودية في 2021. تقول وول ستريت جورنال إن روسيا والصين تشكلان أعظم التهديدات الحالية للمصالح الأمريكية، لكن عدم الاستقرار في شبه الجزيرة العربية يوسع إيران. كما إن بكين وموسكو ستلاحظان عندما لا تقف الولايات المتحدة مع حلفائها في القتال. أستاذ موفق، دعوة صريحة من خلال هذا المقال لحث بايدن على التسخين في الحرب على اليمن، لكن اليوم الولايات المتحدة مع إدارة بايدن أي سيناريوهات تملك في اليمن، سيما وأن المعركة الرئيسية بالنسبة لها الاستراتيجية هي باتجاه الصين؟ يعني رغم أن الولايات المتحدة تميل إلى يعني استراتيجية جديدة في الشرقين العربي والإسلامي، تقوم على التهدئة، على الاحتواء المزدوج، على للتفرغ إلى الملفات الجديدة فيما يتعلق بالصين وروسيا. رغم ما ذلك، إلا أنه من الواضح أن الأمريكان باتوا يدركون أن السيطرة على باب المندب يعني جزء أساسي من حربهم باتجاه بحر الصين الجنوبي. لا تستطيع الولايات المتحدة أن تغض الطرف عن وجود قوة غير صديقة يعني تشارك الآخرين في السيطرة على باب المندب، وخصوصا في هذا الممر البحري الهام. أنا أعتقد أن الأمريكيين سيزدادون شراسة وعدوانية فيما يخص الملف اليمني، وقد يعيدون حساباتهم السابقة فيما يخص هذه الحيثية بالذات. موسكو الوجهة الخارجية الأولى للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. الزيارة التي تبدأ اليوم تحظى باهتمام ومواكبة الصحف الروسية، ومنها نقرأ ما كتبته صحيفة نزافستاميا، حيث تقول إن موسكو وطهران تواجهان اليوم تهديدات متزايدة لأمنهما القومي ومحاولات من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لفرض قواعد اللعب الخاصة بها في الشأن الدولي مكان المعايير العالمية للقانون الدولي. وفي ظل هذه الظروف هناك حاجة لتبادل الآراء والتقييمات بشأن المشاكل القائمة في العالم وفي مناطق معينة ومناقشة السبل الممكنة لحلها.
بالنسبة إلى موسكو وطهران، تتمثل إحدى المهام الخطرة في الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهي أهم وثيقة لمنع الانتشار النووي مع ضمان حق إيران المشروع في الأنشطة النووية السلمية. إن طهران التي أوفت بدقة من جانب واحد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لمدة عام كامل بعد انسحاب واشنطن منه في أيار مايو 2018، لا تريد بطبيعة الحال تكرار مثل هذا السيناريو. إنها لا تريد أن تنخدع مرة أخرى، وبالتالي تصر على وفاء واشنطن بالتزاماتها برفع العقوبات. تتفهم موسكو بحسب الصحيفة هواجس طهران، لكنها تعتقد أن من الممكن الحفاظ على الاتفاق من خلال التوصل إلى اتفاقات تسوية تناسب إيران والولايات المتحدة وتسمح لها بحفظ ماء الوجه. أستاذ موفق، ما هي دلالات أن تكون الزيارة الرئاسية الأولى للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو تحديدا، وما هي أبرز العناوين التي قد تترأس جدول أعمال اللقاءات؟ أعتقد هذه الزيارة شديدة الأهمية من الزاوية الاستراتيجية، يعني سواء فيما يخص إيران وروسيا والصين أو فيما يخص المعسكر المعادي. لنبدأ ولنقل أن الولايات المتحدة الأمريكية، أن الإمبريالية الأمريكية بعد أن قررت أو رسمت استراتيجية جديدة تنطلق من أن الخطر القادم على المصالح الأمريكية يتمثل في طريق الحرير الصيني، يتمثل في أوراسيا الروسية، يتمثل في تجمع شنغهاي، يتمثل في تجمع البريكس. كل هذه القراءات، المقاربات الجديدة في الاستراتيجية الأمريكية هي تدفعها لبناء يعني استراتيجية هجومية بأشكال مختلفة، سياسية واقتصادية وربما عسكرية، وهي تحاول أن تقيم تحالفات من قوى حكومية وغير حكومية لتنفيذ أو يعني ترجمة هذه الاستراتيجية. منها على سبيل المثال إعادة بعث الحياة فيما يسمى بتركستان الإسلامية أو تركستان الآسيوية التي كانت تضم كل جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، وإعطاء دولة تركيا. أنا أعتقد أن تركيا كانت ولا تزال وربما تتمكن الولايات المتحدة من تحرير هذه العلاقة المتذبذبة مع روسيا ومع إيران ومع الصين، وبالتالي تنطلق تركيا من اللغة والقومية في هذا المسعى. نعم، وإعادة توظيفها كقاعدة أطلسية كما حدث في كازاخستان، وقبل ذلك كما حدث في أذربيجان. يعني هناك محاولة لدمج تركيا في الاستراتيجية الأمريكية، يعني إلى جانب بولندا دولة تلعب دورا خطيرا جدا، وكذلك أوكرانيا وجمهوريات البلطيق، لاتفيا وأستونيا إلى آخره. يعني أمريكا إذن، وبالإضافة للقوى غير الحكومية كما لاحظنا في كازاخستان، استخدام الإسلام الأطلسي المسلح، التكفيريون، استخدام الثورات الملونة إلى آخره. هذه الزيارة اليوم، يعني روسيا وإيران مع الصين يؤسسان لاستراتيجية مضادة لحلف جديد. أهمية هذه الزيارة أنها جزء من هذه الاستراتيجية التي يمكن أن تلجم هذا الاندفاع الأمريكي أو هذه الاستراتيجية الأمريكية التي رسمها كما نعرف جميعا برجينسكي في كل شغله، في كل كتبه، خصوصا كتابه خطط لعب، كتابه رفع الشطرنج إلى آخره. واليوم هناك تلميذ برجينسكي، اليوم هناك بعد وفاة برجينسكي جورج فريدمان، وخصوصا في كتابيه أيضا المائة عام المقبلة وكتابه الإمبراطورية والجمهورية، ويتحدث عن هذه الخاصرات، يتحدث عن أوكرانيا، يتحدث عن بولندا، عن جمهوريات البلطيق، ويتحدث عن تركيا. هو يعني يعتقد أن على الأمريكيين أن يعيدوا، ويؤشر على أن إيران لأسباب عديدة قومية وإثنية وجغرافية سياسية، أن إيران في نهاية الأمر ستنضم أو ستكون جزء من التفاهم الروسي الصيني. فهذه الزيارة تأتي أهمية، هذه الزيارة اليوم تأتي يعني كجزء من صياغة استراتيجيات ستؤثر على العالم عقود طويلة. يعني إيران وهي تلتحم بهذا التحالف أو هذا التفاهم الروسي الصيني، طريق الحرير لأوراسيا، إيران اليوم تكون قد ساهمت في تصليب هذه الاستراتيجية المناهضة
الإمبريالية الأمريكية وتحالفاتها وأدواتها المختلفة. وليس بعيدا عما تتفضل به في فورين بوليسي بل فورين أفيرز الأمريكية، نقرأ هل لدى أمريكا خصوم أكثر مما تستطيع التعامل معه؟ والسؤال الذي طرحه هال برانس في مجلة فورين أفيرز، حيث يقول إن السنة الأولى من رئاسة جو بايدن تنتهي كما بدأت مع مواجهة الولايات المتحدة أزمات على جبهات متعددة. يقول الكاتب إن ما يجري هو درس قاس لبايدن والذي تولى منصبه على أمل تقليل التوترات في المجالات الثانوية بهدف التركيز بشكل مباشر على المشكلة الأكثر أهمية أي الصين. كما يشير أيضا إلى ضعف أكبر في الموقف العالمي لواشنطن، وهو ضعف يمتلكه بايدن الآن لكنه لم يخلقه. الولايات المتحدة بحسب الكاتب هي قوة مهيمنة أكبر منطقتها مع استراتيجية دفاعية غير متوازنة مع السياسة الخارجية التي تدعمها. لقد أظهر العام الأول لبايدن بالفعل مدى صعوبة إدارة عالم جامح في الوقت الذي تتحمل فيه واشنطن مسؤوليات وعدد من الأعداء أكثر بكثير مما لديها من وسائل قصرية. ترى المجلة أنه على المدى الطويل قد تدفع القوى العظمى التي لا تحافظ على التزاماتها بما يتماشى مع قدراتها ثمنا باهظا. بحسب الكاتب أستاذ موفق محدين، هناك تباين ما بين حجم التزامات واشنطن وقدراتها، وهو ما قد نتلمسه أو تلمسناه فعلا في خروجها من أفغانستان والندوب التي خلفتها هذا الخروج المهين من أفغانستان مع حلفائها إزاء تركيزها المباشر الاستراتيجي على الصين. كيف بحسب الكاتب كيف يبدو هذا التباين ما بين حجم التزامات واشنطن وحجم قدراتها فعلا؟ هذا يعيدنا مرة أخرى إلى ما كتبه جورج فريدمان في الإمبراطورية والجمهورية، وكيف تلائم الولايات المتحدة مع تقاليدها التي تشكلت بعد الاستقلال وبين تحولها إلى إمبراطورية برية بحرية. أيضا هذا يذكرنا بما كتبه كينيدي في نشوء أو صعود وانهيار الإمبراطوريات الكبرى وتحذيره من انه امبراطوريه مثل الولايات المتحده الامريكيه قد تلقى المصير نفسه الذي حدث مع البرتغال واسبانيا ثم حدث مع الامبراطوريه البريطانيه عندما تتمزق او تتفسخ هذه القدره على وصل هذا الحضور البحري عبر الاساطيل وعبر الابتزازات الى اخره مع مقتضيات السياسه الامريكيه الداخليه. امريكا اليوم كما يقول ايضا برجينسكي في كتاب سابق له اسمه امريكا بين عصرين، امريكا اليوم دخلت عصر الازمات الكبرى مش عصر الازمات الدوريه، يعني هناك ازمات دوريه غالبا ما كانت الراسماليه تستطيع ان تواجهها تستوعبها ما دامت هي مسيطره على مفاتيح النظام الراسمالي العالمي. اليوم النظام الراسمالي العالمي نفسه يتفكك والازمات الدوريه تتحول الى ازمات كبرى قابل لأن تخلق تداعيات قد تؤدي إلى نهايات هي النهايات التي تحدث عنها كينيدي في هذا الكتاب وقبله برجينسكي. لم تعد أمريكا قادرة على أن تمارس مثل هذا اللعب كما كانت تمارسه عندما كانت المنظومة الرأسمالية متوحدة، التناقضات مع أوروبا يعني تحت السيطرة باستمرار. اليوم لم يعد العالم كذلك، وأمريكا بعكس التفاؤل الذي يبديه جورج فريدمان فيما يشبه العزاء، لأن القرن الحالي هو قرن أمريكا، القرن الحالي هو قرن أفول أمريكا وقرن قيام شكل جديد. أنا أعتقد أن التحالف الروسي الصيني بانضمام إيران بانضمام قوى جديدة له في عادة بعث البريكس، إذا وكل المؤشرات تؤكد أن البرازيل عائدة إلى اليسار في الانتخابات القادمة بعد فشل الليبراليين في الحكم، كذلك الحال في العلاقات الهندية الروسية التي تتحسن. العلاقات الهندية الصينية تتحسن بعد أن كانت موضع استثمار دائم. العالم اليوم لم يعد هو العالم الأمريكي، لا في قواعد الاشتباك ولا في قواعد الانهيار ولا في قواعد الأصول. نحن أمام خارطة جديدة طبعا تحتاج إلى عقود، نحن لا نتحدث عن سنوات، ولكن بالتأكيد الكرة الأرضية يعني لا يمكن أن تبقى واقفة على القرن الوحيد الأعظم للثور الأمريكي الذي يقترب من الشيخوخة.
عن انتفاضة النقب وكذبة التعايش مع الاحتلال، كتب موقع ميدل إيست مونيتور حيث يقول إن الأحداث الأخيرة في النقب عادت إلى ذاكرتنا انتفاضة الحجارة وأحداث يوم الأرض التي انتفض فيها الشعب الفلسطيني دفاعا عن أرضه ورفضا لمخططات الاحتلال لاقتلاعه منها. يقول إن محاولات حكومة الاحتلال للسيطرة بالقوة المسلحة على 6 قرى فلسطينية وطرد أكثر من 30,000 فلسطيني من سكانها تؤكد مرة أخرى استحالة التعايش مع عنصرية الاحتلال، كما أنه يفضح زيف مزاعم البعض الذين اعتقدوا أنهم إذا قدموا الدعم السياسي لحكومة بنت لبيد المتطرفة فسيوافق الاحتلال في المقابل على إقامة بنية تحتية للفلسطينيين في النقب المحتل. أكدت الأحداث الأخيرة في النقب أن الفلسطينيين الداعمين لحكومات الاحتلال المتطرف يعيشون في أوهام بعيدة عن الواقع. أستاذ موفق، أمام المشهد في النقب اليوم والمشهد المتمادي في الضفة الغربية والحصار حصار غزة منذ سنوات، هذه الفئة التي تحابي سلطات الاحتلال وحكومات الاحتلال علها تكسب منها أي مكسب بالسياسة، ماذا يقال بوجهها اليوم أمام ما واقع ما نشهده من اعتداءات عنصرية وحشية في النقب كمشهد جديد إزاء هذه الاعتداءات؟ اليوم العدو الصهيوني يزداد عنصرية، يزداد توسعا، يزداد استيطانا، يعني يتحول من شكله عندما كان يحاول أن يكون يشبه الرأسمالية الأمريكية في عهد بالعمل في الخمسينات والستينات والاستدروت والمستوطنات الأولى. اليوم مع ازدياد الطابع العدواني والاستيطاني والكوليالي للعدو الصهيوني، هو يذهب اكثر باتجاه الخيارات التي تشبه الخيارات التي تعيشها الامبرياليه الامريكيه، التي تتحول اليوم الى شكل من الهمجيات العليا. نحن امام امتداد للهمجيه العليا الامبرياليه الامريكيه في هذا الكيان العنصري الذي حتى خطابه المزور المزعوم باسم الذي قدمه شمعون فريد وحزب العمل كما قلنا في العقود السابقه، هو اليوم يعلن عن شكله الطائفي اليهوديه في الدوله، ويحاول ان يخلق اشكال تتماهى معه في المنطقه من خلال الكيانات الطائفيه العنصريه المرتبطه بدوائر واقلام الاستخبارات الغربيه. يعني بالمناسبة، ما هو قبيح فعلا أن تجد في فلسطين المحتلة يعني بعض الأصوات، وهذا طبيعي في كل حال، يعني من كل الاحتلالات دائما هناك مجاميع من العملاء بأشكال وعناوين وأقنعة مختلفة، يعني أن تجد بعض المتعاونين أمام هذا الشكل الصهيوني السافر. وعلى أي حال، الشعب الفلسطيني يبرهن كل يوم أن روحه وأن جوهره وأن معدنه يقوم على المقاومة، لأنه اليوم يقدم دروسا لا مثيل لها. صح. أمام هذا العدو، شعب بصدره العاري بإمكانياته البسيطة يقول لا، من ضراب السجون إلى العمليات اليومية، نحن أمام فجر حرية صحيح مؤلم ومقام مؤلم، ولكن الفلسطينيين يؤكدون كل يوم أن هذا لا خيار ثالث، لا تعايش مع هذا الكيان الصهيوني. وبقدر ما ينخرط الفلسطينيون في هذا العمل يستعيدوا ايضا مكانتهم على راس حركه التحرر العربيه في وجه التحالف الامبريالي الصهيوني الرجعي وأدواته وتحالفاته المختلفة. الصحيفة الأخيرة لدينا اليوم في جولتنا وبعد أيام من إفراج السلطات المصرية عنه ووصوله إلى باريس، يتحدث الناشط ومنسق حركة المقاطعة بدي أسرامي شعث لصحيفة لوموند الفرنسية عن ظروف اعتقاله والإفراج عنه. يصف شعث في المقابلة الزنزانة التي كان فيها والتي لا تتعدى مساحتها 23 مترا مربعا بجدران متهدمة وبطانية بسيطة للنوم فيها. يقول إنه لم يتعرض للتعذيب فقط، لكنه فقد صديقا توفي بنوبة قلبية في السجن الانفرادي، ومات 7 سجناء بسبب كوفيد حيث لم يخضعوا للاختبار مطلقا. ينظر شعث إلى تجربته على أنها اختبار نجح فيه، ويقول إنه أحبط ما سماه مناورات تحطيمه، ويؤكد أنه سيستمر في النضال من أجل إطلاق سراح سجناء الرأي وحق تقرير المصير للفلسطينيين، وهما السببان اللذان أديا إلى اعتقاله كما يقول. قبل فترة زار وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الصين، فما هي دلالات هذه الزيارة؟ سؤال تجيب عنه كاتبة اليوم تمارا برو في الميادين نت، نتابع.
ما دلالات زيارة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي للصين؟ تمارا برو، الميادين نت. تأتي زيارة المسؤولين الخليجيين للصين في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وكل من الرياض وأبوظبي توترات على خلفية علاقتها بالصين. شهدت العلاقات بين الصين ودول الخليج تطوراً كبيراً على مختلف الأصعدة، وتولي الصين أهمية كبيرة لمنطقة الخليج الغنية بالنفط، فهي تحتل المركز الأول كأكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغ حجم التبادل التجاري معها نحو 162 مليار دولار أمريكي في العام 2020. تسعى الصين منذ سنوات إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج، ومنذ عام 2004 عقدت جولات تفاوضية واجتماعات فنية لإقامة هذه المنطقة. كذلك تسعى بكين إلى أداء دور الوسيط بين دول الخليج وإيران وتقريب وجهات النظر بين الجانبين والدفع نحو إجراء المزيد من المشاورات واللقاءات بين السعودية وإيران. مما لا شك فيه أن زيارة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ستسهم في تعزيز العلاقات بين الصين ودول الخليج في ظل عدم وضوح سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه تلك الدول. ومن مصلحة الصين تأمين الاستقرار في الشرق الأوسط، لأن ذلك سينعكس إيجاباً على مبادرة الحزام والطريق وعلى حماية استثماراتها واستيرادها النفط وإيجاد أسواق لبضائعها من جهة، وتحقيق التنمية لبلدان الشرق الأوسط من جهة أخرى. ولكن هل ستبقى الولايات المتحدة الأمريكية مكتوفة الأيدي أمام تنامي العلاقات بين الصين ودول الشرق الأوسط عامة ومجلس التعاون الخليجي خاصة؟ تنضم إلينا السيدة تمارا برو، الأستاذة المحاضرة في الجامعة اللبنانية والباحثة في الشأن الصيني. مرحبا بك أستاذة تمارا. إذن ما هي الهواجس الأمريكية التي تنطلق منها واشنطن إذا تنامي العلاقة الصينية الخليجية؟ صباح الخير لك ولضيفك وللمشاهدين. طبعا تنامي العلاقات بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي يثير مخاوف لواشنطن، لا سيما من الناحيه الامنيه، وهذا ما نراه مثلا عندما فرضت على الامارات العربيه المتحده ان توقف كما اشارت الاستخبارات الامريكيه ان الصين تقوم ببناء قاعده عسكريه سريه في ميناء خليفه في الامارات. لذلك طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من أبو ظبي إيقاف العمل في هذا الميناء. أيضا طلبت منها إزالة معدات شركة هواوي مقابل الحصول على صفقة طائرات F-35. ولكن الإمارات، على ما يبدو أن الإمارات العربية المتحدة بدأت تنزعج من المطالب الأمريكية، لذلك قررت تعليق صفقة الأسلحة F-35. أمريكا هاجسها أمني، وكما أنها لا تريد أن من الصين أن تطور علاقاتها بمنطقة الشرق الأوسط. طب أشركك معي سيد موفق محدين في هذه الفقرة أيضا، لأسألك أي دور ترسمها الصين لدول الخليج على طريق الحرير في مبادرة الحزام والطريق؟ يعني هو سبق لدولة حليفة الولايات المتحدة أن بدأت تتخلى عن هذه العلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة وتقترب أكثر من الصين، اللي هي الباكستان. اليوم الباكستان واحدة من القوى الإقليمية الكبرى في آسيا الوسطى، التي باتت تقيم علاقات قوية ووثيقة مع الصين، دون أن تقطع طبعاً العلاقات السياسية والأمنية مع الولايات المتحدة. المهم في هذه العلاقة كما جاء كما تحدثت الضيفة، أن العلاقات الأمريكية مع كثير من الدول تنحسر رويدا في المجال الاقتصادي، وتتحول في بعض المجالات الى اشكال من العلاقات السياسيه والامنيه، ويعني تصدير الاسلحه بشكل اساسي، يعني تبادل تجاري معظمه يقوم على الاسلحه. هذه التجربه يمكن ان ننظر لها فيما يحدث في الخليج، لانه ايضا الخليج يرتبط بعلاقات اقتصاديه وغير اقتصاديه وثيقه مع باكستان. وبعتقد هناك عامل مهم قد لا يكون مرئي،
هو التشبيكات الاقتصادية والمالية والنقدية القوية جدا بين العديد من دول الخليج مع سنغافورة. يعني سنغافورة اليوم هي يعني بقدر ما هي جسر مشترك اقتصادي مالي نقدي بين الغرب وبين الصين، إلا أنها أصبحت لديها أسباب موضوعية لا تسمح للأطراف الأخرى ولا حتى العلاقات السياسية والأمنية أن تشكل عبء على هذه العلاقة. نحن اليوم أمام سمة من سمات النظام الدولي الجديد وبالأحرى النظام العالمي الجديد الذي يأخذ شكل عالمي أكثر مما يأخذ شكل العلاقة الدولية الرسمية. من سمات النظام العالمي الجديد هذه المصالح المتضاربة. يعني أنت ترى دول الخليج على سبيل المثال تنطبق في علاقات سياسية وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها أيضا لها مصالح موضوعية ليست بسيطة على الإطلاق. صحيح. مع الصين ومع الدول التي باتت اليوم هدف الولايات المتحدة الأمريكية. فنحن اليوم أمام تنازع مصالح، وهذا ينعكس بالمناسبة في كل مكان، سينعكس على صعود مرافق قوى، يعني قوى شد وشد عكسي هنا وهناك. فالخليج يعيش هذه الحالة اليوم، ولكنه لا يستطيع يعني إلا أن يعني يحتفظ، أو عليه أن يحتفظ بمساحة مستقلة تسمح له بأن يبني علاقة متوازنة. ربطا بما تتفضل به أستاذ موفق، لو تسمح لي أسأل مجددا السيدة تمارا حول هذا التفصيل تحديدا، هل يمكن للولايات المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا التنامي في العلاقة والدور ما بين الصين والدول الخليجية سيما السعودية والإمارات منها؟ لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقف مكتوفة الأيدي، بل أعتقد أنها ستعيد النظر في انخراطها في منطقة الشرق الأوسط. وهنا تكون بكين قد نجحت في إعادة إشغال الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وإبعادها عن شرق آسيا والمحيط الهادئ. السيدة تمارا برو الباحثة في الشأن الصيني كنت معنا من بيروت، عن مقالك في الميادين نت مدى دلالة زيارة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إلى الصين، شكرا لك. جولتنا على صفحات الميادين نبدأها من موقع الميادين باللغة العربية، وفيه مواكبة للمشهد الفلسطيني والتطورات على مختلف الساحات العربية والعالمية وتقارير متنوعة. في مقالات نقرأ لجرار ديب تحت عنوان الغاز الطبيعي المسال والحرب الجيوطبيعية المقبلة، يقول الكاتب إن الخلافات الأوروبية الروسية والتلويح بالعقوبات الاقتصادية على الشركات الأوروبية العاملة في مشروع نورد ستريم 2 جعل من الشركات الأمريكية المصدرة للغاز الطبيعي المسال هي المستفيدة الأولى. وفي مقال آخر لمحمد منصور يتحدث فيه عن مرحلة ما بعد سيطرة موسكو على أحداث كازاخستان. وفي صفحة الفيديوهات تتابعون قتلى وجرحى من جراء فيضانات ضربت عاصمة مدغشقر. إلى موقع الميادين باللغة الإنجليزية حيث تتابعون آخر الأخبار السياسية والثقافية والبيئية حول العالم. في صفحة السياسة بولندا تطلق تحقيقا بشأن استخدام الحكومة برنامج بيجاسوس التجسسي، ونقرأ أيضا الأمراء السعوديون قد يقفون في طريق ابن سلمان إلى العرش. صفحة الفنون والثقافة، فيلا في روما معروضة في المزاد العلني لم يضع أحد رهانا عليها. وتشاهدون في موقع الميادين باللغة الإنجليزية ميداني بيت حجر في الهواء مترجم بالكامل إلى اللغة الإنجليزية.
في موقع الميادين إسبانول نقرأ باللغة الإسبانية أخبار العالم العربي وأمريكا اللاتينية والعالم. في الأخبار نقرأ: بولسونارو يقر بلقائه الرئيس الإنقلابي البوليفي السابق جانين أنيز، مؤكدا أن الشكوك حول الدعم البرازيلي للإنقلاب الذي أطاح الرئيس إيفو موراليس. وتتابعون أيضا تفاصيل وأرقام عن استخدام الأسلحة الأمريكية في 40% من الجرائم في أمريكا الوسطى. ومن الفيديوهات يمكنكم أن تشاهدوا هذا الفيديو بعنوان: مرتزقة أمريكا اللاتينية المنبوذون عن المتعاقدين الأمنيين من اللاتينيين الذين نسيتهم الولايات المتحدة. إلى كاريكاتير خورخي لهذا اليوم بعنوان: إيران وروسيا والصين تحبط المخططات الإمبريالية. الحدث هذا اليوم وجديد اليوم بعد الفاصل. من واشنطن، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن خطوات بلاده تجاه سوريا مرتبطة باهتمامه بتسوية الأزمة، كلام ينسجم مع خطوات عديدة اتخذتها عمان أخيرا في هذا السياق. لكن صدوره من واشنطن عقب لقاءات علنية وغير علنية للوزير الأردني في العاصمة الأمريكية يطرح سؤالا حول حقيقة الضوء الأخضر الأمريكي للحراك الأردني. لكن قبل مناقشة الحدث هذا اليوم، الزميلة لنا شاهين تطلعنا على أبرز عناوين الصحف الأردنية الصادرة اليوم. صباح الخير لنا إليك. صباح الخير محمد. بالفعل ركزت عناوين الصحف الصادرة اليوم على تصريحات ملك الأردن حول أهمية محاربة البطالة وتوفير فرص العمل، إضافة إلى مصادقة مجلس الأعيان على التعديلات الدستورية. كما تناولت الصحف تأثير اللجوء السوري على الأردن، وجاءت العناوين كالآتي: نقرأ في صحيفة الدستور: الملك: محاربة البطالة وتوفير فرص العمل أولوية، وتزويد الشباب بالمهارات لتلبية متطلبات سوق العمل. تراجع خطير بحجم الدعم الدولي للاجئين والدول المستضيفة. اللجوء السوري يشكل ضغوطا كبيرة على كافة مناحي الحياة في المملكة. أما في صحيفة الغد فنقرأ: الأعيان يصادق على كامل التعديلات الدستورية، التهريب من الشمال، الأردن وحيدا في المواجهة. أما في صحيفة الرأي فنقرأ: الفايز، الأردن ولد في النار ولكن لن يحترق، علينا إشهار سيوفنا في وجه كل من يحاول زرع الفتنة والإساءة للأردن. أما في المقالات فنقرأ من صحيفة الدستور لرمز الغزوي تحت عنوان: من يقف مكان لاجئ، يقول الكاتب إن الحروب لا تنتهي بنهاياتها، قد تخبو ويسكن هدير مدافعها، ولكن نيرانها تظل مستعرة في أرواح من أجبرتهم على ترك بيوتهم ليصبحوا ويمسوا لاجئين تائهين. فها قد بردت الحرب كما يظن، وما زال سؤال المأساة مفتوحا كجرح مملح. لماذا لم يعد اللاجئون إلى بيوتهم؟ لماذا لا يوفرون على أنفسهم عذابا؟ وهذه الطريق سالكة للعودة الطوعية كما يدعى. الواقع المخزي أن عالمنا ينسى أو بالأحرى يتناسى اللاجئين كي يبقي له أن يتحسر على ما أصابهم في بعض المناسبات، ولكي يمنح مبررا للمسؤولين لأن يعبروا براحتهم عن بالغ قلقهم حيال القضية. لنا، أسألك فعليا إلى أي مدى أثرت أزمة اللجوء السوري على الأردن؟ أزمة اللجوء السوري محمد هي أزمة كبيرة جدا وتقض مضاجع الأردن. يعني سأتحدث بلغة الأرقام، ولغة الأرقام لا تكذب. نحن نتحدث عن 1,300,000 لاجئ هنا في الأردن يتوزعون على 3 مخيمات، لكن غالبية هؤلاء اللاجئين يقطنون في المدن وأيضا في البلدات. خطة الاستجابة لمتطلبات الأزمة السورية تبلغ تقريبا 6,600,000,000 دولار، ولم يتم الالتزام بها، وهذه الخطة هي لعام من 2020 إلى عام 2022.
65% يتحمل الأردن أعباء اللجوء السوري. نسبة التمويل لهذا العام الحالي هي فقط أو حتى أقل من 10%، ناهيك عن البنية التحتية وأيضا عن أزمة المياه. كل هذه تصب في خلق أزمات بالنسبة للأردن لتوفير حياة آمنة وكريمة لهؤلاء اللاجئين. لذلك الأردن دائما ما كان يطالب بحل سياسي للأزمة السورية. وأضيف إلى هذه القضية وهي قضية اللاجئين، القضية الأهم أيضا هي قضية الحدود. الحدود والتي يعني حذر منها مرارا وتكرارا الأردن على لسان وزير خارجيته، فهي قضايا الإرهاب، قضايا السلاح، وأيضا قضايا المخدرات. وهي نقاط سنتناقش فيها لنا مع ضيفنا موفق المحادين مراسلة الميادين من عمان لنا شاهين. شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة. أستاذ موفق، انطلق مما اختتمت به لنا، ما هي الأسباب والدوافع جراء خفض هذا الدعم الدولي لمتطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية، وتاليا هذه الهواجس السياسية وحتى المجتمعية التي ينطلق منها الأردن لأفول الحرب على سوريا؟ يعني الأردن مثل كل الدول التي دفعت للتورط في الأزمة السورية بمستويات مختلفة، الأردن طبعا لم يتورط يعني بالمستوى التركي والعديد من دول النفط والغاز إلى آخره، بالإضافة للأمريكان والإسرائيليين، ولكن هو يعني بالحدود التي يعني وجد نفسه متورطا فيها في الأزمة السورية، هو اليوم يدفع ثمن تداعيات كل المؤامرة التي شهدتها سوريا، خصوصا كما يعني قال زميلنا شاهين فيما يخص اللاجئين 1,300,000 لاجئ معظمهم يعيشون خارج المخيمات. أيضا أزمة الحدود يعني هي أحيانا قد تأخذ شكل مخدرات، مهربين مخدرات أو مهربين أسلحة، وربما تكفيريين على يعني القاعدة. ومن هذه النقطة يقول وزير الخارجية أنه الأزمة حلها سياسي وليس نزاعا عسكريا كما يقول. لا، هو وزير الخارجية الأردني يتحدث عن الأزمة السورية بالمنطق القديم، يعني هو بالمناسبة لا يعبر تماما عن ما يجري في كواليس حتى الدولة الأردنية. الأزمة السورية لا تحل عبر تسويات مع المعارضة الإرهابية، الأزمة السورية تحل عبر رفع اليد عن التدخل في سوريا، وخصوصا الأمريكان ومن تحركهم في قاعدة التنف وغير قاعدة التنف. الأزمة السورية تحل بهذا المنطق فقط، واللاجئون السوريين لا يزالون بالمناسبة في عموم المنطقة موضع توظيف سياسي أمني. يعني هناك من يريد أن يعيد يعني تجنيد الآلاف من المخيمات ويحولهم إلى إرهابيين مجددا، وبشكل خاص الأتراك يعني أن يعملون على هذا الملف. وهناك من يريد أن يحول اللاجئين السوريين إلى جزء من مواجهة أزمات ديموغرافية في هذا البلد أو ذاك كما يحدث في لبنان. هناك من يلعب على البعد الطائفي أو البعد الجهوي، أن يمكن مع الزمن إذا جنسنا يعني أو جنسنا مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان أو في أي بلد آخر، يمكن أن يساهموا في حل أزمات طائفية في هذه البلدان عمرها عشرات بل مئات السنين. اللاجئين السوريين لا يزالوا موضع توظيف من قبل الأمريكان ومن قبل هذه الدوائر التي تورطت في الحريق السوري حتى الآن، وهم لا يريدوا أيضا أن يساعدوا مثلا في الأردن. يعني المبالغ التي تدفع لتحمل هذه الأعباء مبالغ يعني أقل بكثير من حجم هذا العدد، يعني بمعنى وهذا فعلا يزيد من الأعباء على الأردن وعلى الدولة الأردنية بشكل عام فيما يخص اللاجئين. طيب، من هنا أسألك أستاذ موفق، إذن ما هي الأسباب التي تجعل من الولايات المتحدة تعطي هذا الضوء الأخضر لعمان للعب هذا الدور، وبالتالي مفاعيل هذا الدور الأردني على سوريا وتاليا على لبنان وعلى المنطقة برمتها؟ يعني هنا الاهتمام الأمريكيين أو هذا الضوء الأخضر لا علاقة له باللاجئين السوريين ابتداء. هذا ملف آخر له بعدين، في البعد العام يتعلق أن أمريكا تراجع مجمل سياساتها في العالم، ومنها أن الشرق الأوسط لم يعد يحتل الأهمية الأولى الاستراتيجية الأمريكية. هذا لا يعني أن الأمريكان سينسحبون تماما من الشرق الأوسط
هذا كلام مش صحيح. أمريكا تعيد التموضع في الشرق الأوسط، يعني ولكن ليس كما كان الحال في السابق. هذه مسألة. في هذا السياق أمريكا يعني تمارس سياسة بين تجميد الملفات وبين التهدئة، يعني والأردن ذو لهام في اللعب بين التهدئة والتجميد. هي تريد وخصوصا بعد نشر مجموعة من القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن، وهي قواعدها وظيفة لوجستية ليست لها وظيفة بالمعنى التقليدي، يعني هي وظيفة لوجستية تتعلق بكل الإقليم. هي لا تريد توتر يعني يطوق هذه القواعد بشكل أو بآخر. وهناك أيضا بعد آخر له علاقة بالتهدئة على الجبهة السورية الإسرائيلية، والأهم أنا كما أرى في بعد آخر في مقاربة أمريكا للملف الإيراني والملف السوري. في بعد آخر هو يراهن الأمريكيون على تصعيد أو على دعم جماعات ولوبيات ومرافق قوى اقتصادية اجتماعية لها لون ليبرالي عموما، يعني سواء في كل هذه البلدان لدينا مثل هذه المرافق، ويعولون عليها في المستقبل بحيث تتحول إلى أشكال من الحمائم السياسية التي يمكن أن تقيمها علاقات بشكل أو بآخر. إلى جديد اليوم من فلسطين المحتلة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة صلاحية في حي الشيخ جراح، أحد أحياء القدس المهددة بالتهجير. وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اقتحموا منزل عائلة صلاحية ونفذوا حملة اعتقالات واسعة، واعتدوا على المواطنين ومنعوا طواقم الإسعاف من الوصول إلى المنطقة رغم وجود إصابات. في سؤال الأخير أستاذ موفق، حول هذه الاعتداءات على محاولات تهويد هذه الأحياء المقدسية مجددا بعد عائلة الكرد، اليوم عائلة صلاحية تتعرض لهذا هذه النكبة على مستوى منزلها وأرضها وهويتها المقدسية، ماذا يقال في هذا الشأن؟ لا، استراتيجية التهويد واقتلاع الشعب الفلسطيني وطرده، وربما تخطط إسرائيل لطرد موجة جديدة من الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية أو إلى أماكن أخرى. هذه استراتيجية ثابتة، ولكن الخطير فيها أن نتعامل معها بالقطار والمفرق، يعني هون عائلة وهون حي وهون حدث. لا، المسألة تحتاج إلى مقاربة أوسع من هيك، إلى إعادة بناء موقف من هذا الكيان الصهيوني، وقف التكارب على التطبيع مع العدو الصهيوني وعلى القوى التي طبعت، وخصوصا بلد مثل الأردن. يعني الأردن منذ أن وقع معاهدة وادي عرب إلى اليوم يعني يعيش مجموعة من الأزمات المتلاحقة. مش صحيح يعني أن الأردن دخل في ثمن اللبن والعسل، نحن دخلنا في أسوأ أيامنا منذ التوقيع على معاهدة وادي عربة، ولا تزال أوساط في الدولة وفي السلطة يعني تراهن على بقاء التطبيع وتطويره. نحن أمام يعني الأردن كله مدعو إلى وقف هذه المسألة، إلى تجميدها في أقل تقدير. العدو الصهيوني يمارس المزيد من السياسات التي تؤدي إلى مزيد من التهجير، مزيد من سرقة الموارد، من سرقة المياه، من سرقة كذا، من وضع يده على الغاز وتصديره إلى كل المنطقة. نحن أمام يعني مطلوب من الأردن وغير الأردن أن يتوقف هذا التكارب مع هذا العدو الذي لا مش فقط لا يقدم أي تنازلات، هو يعني يوسع دائرة استهدافاته وتوسعه وسياساته العنصرية. الكاتب السياسي موفق محدين، شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. بالحبر الجديد انتهى، إلى اللقاء.